طارق طلعت مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم أنه لا توجد زيادات في مصاريف المدارس الخاصة هذا العام، موضحا أن المصروفات الدراسية كما هي مثل العام الماضي. وأضاف مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص أن بعض المدارس تقدمت لزيادة المصروفات، وهناك لجان تبحث هذه الطلبات وفق الشرائح المحددة طبقا للقرار الوزاري المنظم لذلك. كما أوضح مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص أن الوزارة لم تخاطب حتى الآن بضريبة القيمة المضافة، ولم تصل إليها أي قرارات أو خطابات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن أي ولي أمر يتضرر من المصروفات الدراسية عليه التقدم بشكوى لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدرسة إذا ثبت خروجها عن القرارات والمصروفات المحددة.